كل من يدخلها لا يخرج منها، حكت عنها حكايات وقصص. وسط صحراء جانيت بولاية إليزي، غرابة وغموض شديدان. قال عنها علماء وآثار أمريكيون إن كل مثلثات برمودا موجودة في البحر، إلا مثلث واحد موجود في صحراء الجزائر. تضم هذه المنطقة متحفاً طبيعياً لرسومات ونقوش تعود لأكثر من 15,000 سنة، وهي بذلك تمثل واحدة من أقدم الحضارات التي عرفها التاريخ، بل فاقت في قدمها الأهرامات المصرية. تتربع على مساحة 89,342 كيلومترا مربعا في وسط صحراء قاحلة، أي ما يساوي مساحة دولة الأردن. الغريب في صفار أنها تحتوي على رسومات لمخلوقات بشرية تطير في السماء مرتدية ما يشبه أجهزة الطيران. وما يزيد الغموض رسومات لنساء ورجال يرتدون ثيابا كالتي نرتديها في الزمن الحاضر، ناهيك عمن يلبسون معدات رياضة الغطس، والبعض الآخر يجر أجساما غامضة ونقوشا لسفن رواد الفضاء. أليس الأمر غريبا؟ بعض المعلومات على شكل وثيقة بأحد متاحف بريطانيا تشير إلى أن شخصا واحدا فقط دخل المدينة وتجول في كل أزقتها. الساحر الفرنسي أليستر كراولي هو هذا الشخص. وما يزيد الأمر غموضا ورهبة أن فريقه الذي دخل معه كلهم لقوا حتفهم، أما هو فقد خرج سليما معافى، ولكن توفي بعد أيام من خروجه من صفار. ترك مخطوطات تتضمن رسومات غير مفهومة وأخرى لحيوانات غريبة ومنها المألوفة كالبقر والزرافات، شيء يدعو للريبة والرهبة، أليس كذلك؟ أما علماء الآثار الذين زاروا المنطقة فسروا وجود النقوش بتفسيرات مختلفة، لعل أبرزها نظرية الفضائيين القدامى، عدها آخرون آثار قارة أطلانتس المفقودة. سكان المنطقة لهم رأيهم في هذا الموضوع، فهم يتداولون عن سلفهم كلاما كثيرا بين الحقيقة والخيال. ولعل أكثرها ذكرا على الألسن أنه عندما ينزل المطر وتشرق الشمس فإنك لن تستطيع فتح عينيك فيها. وهناك من يقول إنها مدينة الحن والبن، القوم الذين سكنوا الأرض قبل خلق بني آدم. في عام 2018 زارها فريق بحث أوروبي، وأكد أقوال السكان المحليين على أن المدينة كانت موجودة قبل مجيء البشر إلى الأرض، وأن احتياط المياه العذبة في هذه المنطقة موجودة وبكميات هائلة. أما عن حمايتها فيتولى الجيش الجزائري هذه المهمة، حماية محكمة بحيث يمنع الدخول لهذه المنطقة منعا باتا. ألا يذكركم ذلك بالمنطقة 51 بالولايات المتحدة؟ بعض المرشدين السياحيين في الصحراء أكدوا أنه حتى وإن كان مسموحا الدخول إليها فإنه لا أحد يستطيع المخاطرة بحياته. شيء غريب يدعونا أن نتساءل، ما السر الذي يدور داخلها؟ وهل سكنت صفار حقا قبل البشر؟ وما الذي رأه فريق كراولي حتى لقوا حتفهم؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، وشاركوا الفيديو ليتعرف أصدقاؤكم على صفار المدينة اللغز.